السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهاردة كده قلت اعمل معاكم حاجة حلوة، هعمل معاكم الزلابية او لقمة القاطي او العوامات، هعملها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة ومقرمشة جدا وطعمها حلو قوي. بس عاوزة قبل ما نبدأ الفيديو عاوزين نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بسم الله نشوف الفيديو بتاعنا كده. هجيب حلة كده الاول وهعمل الشربات، هنزل كده بكوبايتين من السكر وكمان هنزل بكوباية من المية، يبقى كوبايتين من السكر وكوباية من المية، وهرفعهم على النار مش هقلبهم خالص لما السكر يدوب، وبعد كده هنزل عليهم بعصير ليمونة وكمان باكت من الفانيليا. هنا انا سبت الشربات كده حوالي 5 دقايق، انا بحب كده شربات الزلابية تقيل مش خفيف قوي. بعد كده طفيت عليه النار وهجيب هنا بولة نخلة، هنا كوباية من الدقيق، وكمان كده حطيت معلقة من النشا، معلقة هرمية كده من النشا، وكمان هنا نص معلقة كده من السكر ورشة ملح صغيرة خالص، وهنزل عليهم كمان كده بمعلقة صغيرة من الخميرة. هقلب كده المكونات مع بعضها وبعد كده هنزل بكوباية بس مش مليانة قوي من المية. نفس الكوباية اللي استخدمتها للدقيق استخدمتها للمية، يعني هنا كوباية لربع مية بالظبط على كوباية الدقيق. بعد ما نزلت بالمية كده هقلب بقى المكونات كلها مع بعضها كده، هخليها كده تبقى عجينة، يعني هي عجينة بس مش سايلة قوي. اهم حاجة بس ان انت تقلبها كويس ما تخليش فيها كتل خالص، وهتسيبيها كده مجرد نص ساعة هتلاقيها اختمرت معاكي خالص. عاوز اقول لكم بجد ان الزلابية دي كانت مقرمشة جدا، يعني مقرمشة قوي كده وطعمها حلو، وهشكلها معاكم كمان بطريقة سهلة جدا، يعني طريقة بسيطة مش هتاخد معانا وقت خالص. الزلابية او العوامات لها كام طريقة تشكيل كده، بس انا عملتها كده بطريقة سهلة يعني بسيطة خالص لان الكمية بسيطة ومخدتش معايا وقت خالص. عبيتها في كيس الحلواني كده زي ما شفتوها، وبعد كده جبت الزيت كده، الزيت هنا عندي بارد، وبقيت اخد في المعلقة كده وانزل حبة حبة صغيرين كده. هي بقى بتنفش معانا كده وبتعوم كده زي ما انتوا شايفينها، عشان كده سموها العوامات. عايزه اقول لكم ان الزلابية او العوامات بجد سهله جدا وطعمها حلو ومقرمشه كده، عاوزاكم بجد تجربوها كده وتقولوا لي رايكم ايه. هنا بقى لما بتاخد اللون ده في ناس بتحب ان هي تطلعها وبعد كده تدخلها الزيت تاني، بس انا بصراحه سبتها كده اخدت معايا لون مره واحده، سبتها على نار هاديه وسبتها اخدت اللون كله مره واحده كده بالشكل ده. بس عاوزه اقول لكم برغم ان انا ما طلعتهاش من الزيت ودخلتها الزيت تاني بس طالعه مقرمشه جدا. بعد ما خدت معايا اللون الحلو ده طلعتها بقى كده، وبعد كده الشربات كان عندي بارد، يعني الشربات كنت عملته في الاول فكان بارد خالص. بعد ما طلعت الزلابية من الزيت وهي سخنة كده والشربات عندي بارد نزلت بيها في الشربات بالشكل ده. هنزل حبة حبة كده وهقلبهم وهسيبهم بس مجرد 3 دقايق كده، وبعد كده هطلعهم على طول من الشربات. بس هنا انا هطلعهم كده من الشربات على المصفى، هسيبه كده يتصفى علشان ما يبقاش شايل شربات كتير. بس يا ريت ما تنسونيش بقى بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان كل حاجة انزلها كده توصل لكم اول باول، وتحطوا لي لايك كده وتعليق حلو منكم. هنا زي ما قلت لكم كده بطلعها من الشربات في المصفى واسيبها تنزل الشربات او السيرب كده الزايد، وبعد كده بقدمها معاكم في الطبق. عايزه اقول لكم الشربات كده لما يكون تقيل ما بيخليش الزلابية تضرب بسرعة، بيخليها كده محتفظة بالقرمشة بتاعتها لفترة طويلة. دي شكل الزلابية بقى بتاعتي ما شاء الله كده بعد ما طلعتها من الشربات وصفيتها من الشربات ازاي. عاوزاكم بجد تجربوا الزلابية دي او لقمة القاضي او العوامات، هي لها كام اسم، بس بنفس الطريقة اللي انا عملتها بيها هتطلع معاكم مقرمشة كده وحلوة قوي ان شاء الله كده هتعجبكم. وياريت تكتبوا لي كده رأيكم في الكومنتات. وبكده بقى فيديو النهاردة خلص، اسيبكم بقى في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.